أتقدم باسم آيات التبريكات لمقام صاحب السمو رئيس الدولة وأعضاء مجلس الاتحاد بمناسبة عيد الاتحاد 51 لدولة الإمارات العربية المتحدة، عاده الله علينا وعلى شعب الإمارات باليوم والخير والبركات. أتقدم باسم آيات التهاني والتبريكات لحكومتنا الرشيدة ولشعب الإمارات العزيز بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا، وأتمنى مزيدا من التقدم الرفيع في المستقبل. اليوم الوطني للإمارات، مبروك للإمارات قيادة وشعب. أحب أهني شعب الإمارات والحكومة على هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا، وأتمنى مزيد من التقدم الرقي لهذا الشعب الكريم. كل عام وبلدي الحبيب الإمارات بأمن وأمان.